بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأحبة، ومع طريقة جديدة من طرق حفظ القرآن الكريم. طريقة اليوم بعنوان طريقة المصحف المعلم لحفظ القرآن الكريم. الطريقة دي طيبة وجديدة وجامعة للحفظ اللفظي والحفظ المعنوي، وده اللي أنا بأكد عليه دايما يا جماعة. لازم نهتم بالحفظ المعنوي كما أننا نهتم بالحفظ اللفظي. للأسف كثير حافظ القرآن، ولكن للأسف كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار تلاقيه شايل أعزكم الله أسفار كتب كثيرة، بس ما هوش فاهم اللي فيه. فإزاي تكون أنت من أهل القرآن وحافظ القرآن صم زي اسمك، وللأسف ما أنتش عارف معاني القرآن الكريم؟ يبقى لازم يا جماعة حفظ الألفاظ وحفظ المعاني إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يورث الخشية لله تبارك وتعالى. هذه الطريقة خاصة بأصحاب الهمم العالية، الناس اللي همتها عالية. ليه؟ لأنها شاملة لحفظ مواضيع الآيات. كل مجموعة من الآيات بتتكلم عن موضوع معين. أنا نفسي كده أقول مثلا للطالب سمعني الآيات اللي بتتكلم عن الصيام، يسمعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، سمعني الآيات اللي بتتكلم عن الجهاد سمعني الآيات اللي بتتكلم عن الحج وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى كده عارفين الآيات بالمواضيع بالعنوان لكل فقرة من الآيات الكريمة والتفسير والمتشابهات، يعني هيحفظ المتشابهات أول بأول مع كل وجه إن شاء الله تبارك وتعالى. الطريقة كالتالي: رقم واحد، يبدأ الطالب بقراءة الوجه بتأنٍ على شيخه، هو بيقرأ والشيخ بيسمع. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أيوة كده، يبقى هو بيقرأ والشيخ بيسمعه وبيأكد له على أحكام التجويد، يقول له خلي بالك في هنا حكم إضغام، هنا في مد منفصل، هنا مد متصل، هنا مد كلمة مثقل، هنا كذا هنا كذا. يبدأ يبين له الأحكام عشان الطالب يكون حافظ متقن إن شاء الله لألفاظ القرآن الكريم قراءة مجودة صحيحة، مش زي طلبة الأزهر للأسف اللي بنعاني منهم إلى الآن. يسمع عما تسائل عن النبي العظيم الذي هم فيه يختلفون، كلا سيعلم ما انتش عارف هو بيقول ايه، ولا حول ولا قوة الا بالله. لازم نقرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلا. ويأكد له كذلك على الاخطاء الشائعة، يقول له خلي بالك الكلمة دي تقرأ هكذا وليس هكذا. رقم اثنين، يحفظ موضوعات الصفحة. ربما تشتمل الصفحة على موضوع واحد او اكثر، يعني احيانا الصفحة بتشتمل على موضوع او اثنين او ثلاث. يعني مثلا عندنا الوجه قبل الاخير من سورة البقرة بيشتمل على موضوع واحد، آية الدين. هناك صفحة او وجه يكون في موضوعين او اكثر والكلام، فهو بيحفظ المواضيع التي وردت في هذه الصفحة. الصفحة دي اتكلمت عن كذا وكذا وكذا. رقم ثلاثة، يحفظ المتشابهات الواردة في الصفحة مع ضوابطها. يعني بيحفظ يوم بيوم، هو النهاردة هيحفظ مثلا أول صفحة أو أول وجه في المصحف. طب هو لسه ما حفظش اللي قبل كده، ما فيش مانع ان هو يعرف ان الف لام ميم ديت جت مثلا في البقرة وآل عمران والسجدة ولقمان، ست مواضع في القرآن وكذا كما هو معلوم. فيبدأ يحفظ يوم بيوم، هتتكرر معاه هتثبت معاه ويحفظها تاني حتى إذا انتهى من القرآن الكريم كاملا يكون بفضل الله تبارك وتعالى متقن لجميع متشابهات القرآن الكريم لأنها تكررت معاه كثير. رقم أربعة، والآن يبدأ في الحفظ على بركة الله تبارك وتعالى بطريقة الحفظ التسلسلي. الحفظ التسلسلي ده يعني مصاحب معنا في جميع الطرق اللي احنا بنشرحها ان شاء الله. ازاي الحفظ التسلسلي؟ بحفظ السطر الاول مع تكرار 15 مرة، ثم احفظ السطر الثاني مع التكرار برضو 15 مرة، ثم اجمع بين السطر الاول والثاني 15 مرة، هكذا الى نهاية الوجه. ابدأ احفظ واجمع، احفظ واجمع، حتى اذا انتهيت من الوجه كامل يكون الايات كلها عندي متسلسلة كلها كالحلقة الواحدة. ما يجيش بقى قف على رؤوس الايات وما نش عارف بعد لا، الحفظ التسلسلي ده ان شاء الله بيساعد جدا في ان الحفظ يكون متقن ومتسلسل ورا بعضه ان شاء الله. ثم يكرر الوجه كاملا عدد 15 مرة نظرا، وخلص حفظ خلاص يكرره بقى نظرا كده من المصحف 15 مرة، والنظر عباد. ثم يقرأ الوجه غيبا من حفظي 15 مرة، قفل المصحف وخلاص. لازم تسمع 15 مرة، سمع لأخوك لأبيك لأمك لصديقك لأي حد ان شاء الله. وفي اليوم التالي قبل ان يبدأ في الحفظ يكرر الوجه السابق اللي حفظه في اليوم اللي قبله برضو 15 مرة، حتى إذا أتم 20 وجه، يعني يوم 20 في الشهر يتوقف عن حفظ الجديد. هو كده هيكون أتم جزء، لأن الجزء عندنا في المصحف المدني 20 وجه، ويراجع ويكرر الجزء
بقية الشهر لمدة 10 أيام، 10 أيام إن شاء الله، ويصلي قيام الليل بهذا الجزء بعد صلاة العشاء كل يوم كده، ما يذهب المسجد ويصلي العشاء ويصلي سنة العشاء، ويبدأ كده يرتل كده مع نفسه الجزء اللي هو حافظه ده، ويعيش كده معان القرآن لأنه حفظه ما شاء الله بالمعاني وفاهم كل كلمة فيه، ما بيقرأش قراءة بدون فهم، لا ده هو حافظ كل كلمة فيه إن شاء الله، كل ليلة لحد مدة 10 أيام إن شاء الله تبارك وتعالى، إما أن يكون في المسجد أو في بيته وهكذا. ملحوظة، لابد من المتابعة مع الشيخ الحافظ المتقن الحاصل على السنة، مش أي واحد تحفظ معه، عشان لا تتلقى منه خطأ. من كان شيخه كتابه ضل عن صواب، وبرضه ما ينفعش انك انت تحفظ وحدك. هذه طريقة مساعدة جدا لإتقان المتشابهات ومعاني الآيات، لأن الطالب سيحفظها أول بأول. هذه الطريقة المساعد لها المصحف المعلم لتيسير حفظ القرآن الكريم. المصحف المعلم ده أنا قرأته، جميل جدا جدا، وهو من إعداد الأخ الحبيب فضيلة الدكتور ياسر بيومي حافظ الله تبارك وتعالى. أنا كنت من فترة نزلت شرح المنهج المصحف على المصحف المعلم ده على الصفحة بتاعتي، ممكن نرجع نسمع له إن شاء الله تبارك وتعالى. للأسف المصحف المعلم ده إلى الآن لم يتوفر على شبكة الإنترنت، ربنا يهدي أصحاب المكتبات ويسمحوا بذلك ويرفعوا إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى ينتفع يعني الناس كلها منه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أنت من تشلاقي المصحف ده، اذهب إلى أي مكتبة قريبة منك ولعلك تجده إن شاء الله. ما لقتوش في أي مكتبة قريبة لك، حاول اتصل برقم الهاتف اللي كنا نزلنا قبل كده مع المصاحف، والمكتبة توصله لك لحد بيتك إن شاء الله، تشحنه لك سواء كان في مصر أو خارج مصر. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من الأجر والثواب، ونكون سببا في إقبال الناس على كتاب الله تبارك وتعالى. طيب أنا حاسس كده أننا عايزين تطبيق عملي، هنجيب وجه من المصحف ونطبق عليه، وهذا وجه من المصحف المبارك المصحف المعلم. ديت أول صفحة طبعا من سورة الحجر، هنجد هنا أن عندنا 3 هوامش في المصحف. أول هامش بيتكلم عن موضوع الآيات 1-9 مثلا، حديث عن القرآن وحفظه إلى آخره، من 10-15 تكذيب الأقوام السابقة اللي هتلاقيها ظهرت عندك باللون الغامق ده، والتاني باللون الفاتح، وهو برضو في الهامش جايبه لك بنفس اللون. الهامش الثاني معاني كلمات القرآن الكريم، الطالب بيحفظها قبل ما يحفظ القرآن الكريم. الهامش الثالث نجد متشابهات التي وردت في هذه الصفحة الكريم. طيب هنبدأ نحفظ ازاي؟ هجيب السطر الأول، ألف لام مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، تحفظ السطر، وبعدين تحفظ السطرين على بعض، ثم تنتقل للسطر الثالث، خلصت الوجه كله كرر الصفحة اقراها نظرا 15 مرة، وبعدين اقفل المصحف وسمعها لنفسك 15 مرة، وفي اليوم التالي قبل ما تحفظ الجديد برضو كررها 15 مرة تاني غيبا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.